السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة وقناة جانب من حياتي. ده أول فيديو في القناة، هو تعريف بالقناة. أولا أنا مصرية من اسكندرية، أم لثلاث أطفال ومقيمة حاليا في أمريكا، وإن شاء الله قناتي هتبقى متنوعة ما بين وصفات وترتيبات وتسوق ومشتريات وحاجات كتيرة خاصة بالبيت. يا رب تعجبكم وتكون مختلفة وتنال رضاكم وتستفيدوا منها، وإن شاء الله أنا برضو استفيد من اقتراحاتكم وآرائكم. يا ريت أي آراء أو اقتراحات ما تدخليش عليا بيها وتسيبوها لي في التعليقات، ويا ريت ما تنسونيش من الاشتراك لو عجبتكم القناة، ويا ريت برضو ما تنسونيش في اللايك، وإن شاء الله تبقى قناة حلوة وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.